فرح، يعني عايزاكي تكلمينا عن نفسك اكتر، احكي لنا عن نفسك، درستي ايه، بتعملي ايه، ازاي موضوع الاوبرا اكتر حاجه شدتك وتحمستي فيها لدرجه ان انت تاخدي جايزه مهمه زي دي؟ انا بصي، انا من وانا صغيره كنت بلعب بيانو، كنت الموسيقى الكلاسيكيه عامه موجوده في البيت عندنا، فكنت حتى الاوبرا متواجده، يعني كنت بسمعها كتير. وكنت في المدرسه الالمانيه في اسكندريه سان شارل، فالمدرسه برضو كانت بتدعم قوي الحصص الموسيقى والموسيقى الكلاسيكيه عامه. وانا هناك في المدرسه كان في مدرس سمعني بغني وقال لي انت بتغني اوبرا، هو اللي جاب الفكره. يعني انا عمري ما كان عندي الفكره ان انا اصلا اغني اوبرا او ان انا اعمل كارير في الغنى بس. ومن وقتها بقى ابتديت اخد اتمرن مع دكتوره دينا علوبه، مغنيه مصريه، مغنيه الاوبرا المصريه وبس. ومن وقتها بقى وانا بشترك في مسابقات المانيه للغنى الاوبرالي، وبعد شويه رحت المانيا ابتديت بقى ادرس اوبرا بروفيشنالي من احسن جامعات للدراسه الموسيقى الكلاسيكيه عامه في العالم، يعني مش بس في المانيا بس. فرحت عملت بكالوريوس وماسترز في الاوبرا من المانيا، وكنت كمان بشتغل يعني في نفس الوقت بغني كذا حته في اوروبا.